ثورة في عالم الطعام بعد إعطاء إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA الضوء الأخضر لشركة Upside Foods لإنتاج لحوم صناعية في المختبرات. بهذا أصبحت الشركة الأمريكية الأولى التي تتلقى هذه الرسالة من إدارة الأغذية والعقاقير فيما يتعلق باللحوم المنتجة في المختبر. هذه الموافقة تمثل خطوة رئيسية نحو حقبة جديدة في إنتاج اللحوم، فالمستهلكون الأمريكيون هم في المرتبة الأولى عالمياً في استهلاك اللحوم، وبهذا تتاح لهم فرصة تناول لحوم منتجة من الخلايا الحيوانية دون أذية هذه الحيوانات، أو تلويث البيئة بتربية أبقار بأعداد أكثر، أي إطلاق غاز ميثان بشكل أكبر. شركات ناشئة عدة في إنتاج ما يسمى باللحوم المخبرية أو الاصطناعية تطمح في الحصول على الموافقة لتسويق منتجاتها، وتعد سنغافورة حالياً الدولة الوحيدة التي يمكن فيها بيع اللحوم المزروعة في المختبر للمستهلكين بشكل قانوني. هذه الطريقة في إنتاج اللحوم ستتيح للبشر استهلاك البروتين الحيواني من خلال أساليب تحمل أثاراً بيئية أقل مما تسبب به تربية الحيوانات ولا تؤذي هذه الكائنات. تختلف هذه المنتجات عن البدائل النباتية للحوم، كذلك المصنوعة من فول الصويا ومكونات أخرى مشابهة للحوم من ناحية الملمس والنكهة، لكنها لا تحتوي على بروتينات حيوانية. فهذه اللحوم تصنع من أنسجة حيوانية في المفاعلات الحيوية في ظل ظروف خاضعة للرقابة، ليكون اللحم المزروع مطابقاً للمذبوح تقليدياً. ومع ذلك يمكن أن تؤدي نقاط الأسعار المرتفعة وشكوك المستهلكين إلى إبطاء التحول إلى اللحوم المصنوعة في المختبر. الرياض ينضم إلينا الشيف ياسر جاد. ياسر، يسعد صباحك، أهلا بك معنا. طب لما نتحدث عن لحمة مصنعة في المختبر، يعني أنت ياسر كشاف، يعني هل الفكرة مجنونة مرفوضة أم هي مقبولة بالنسبة لك؟ الفكرة ممكن تكون جدا مقبولة. ليش مقبولة يا الفكرة أكيد جدا مقبولة، لأنه المستقبل عدد السكان بيزيد، والريسورس اللي هي المواد الأولية ممكن ما تكفي للاحتياج العالمي بشكل واضح، فقد تكون مقبولة لحد جدا إذا كانت توفرت الأخلاقيات الأساسية في الصناعة. يعني إذا كان ضمننا إنه المصنعين بيحافظوا على نسبة البروتين ونسبة الدهون والمواد الحافظة بشكل مقبول، أتوقع أنه ممكن تكون حلول. يعني طب شيف ياسر، أنا بدي أفهم من حيث الطعم والجودة، يعني معروف الواجيو بيف من أشهر وأفخم أنواع اللحوم في العالم، وفي طريقة يعني لتسمين العجل والبقرة يعني ودلالها لفترة طويلة حتى نطلع بهاي النكهة من اللحم. اليوم يعني لما يجيني لحم من المختبر، هل سيكون بنفس الجودة والنكهة؟ احنا اكيد لازم نتفق انه اصابعنا في يد واحده مو نفس المقاس، في اختلاف، يعني اكيد في نسبه معينه حتكون موجوده من الواقي بالكواليتي العالميه بالمستوى الطبيعي، لكن كحلول انا تكلمت انه كحلول قد تكون هذه المواد المصنعه تكفي لعدد السكان العالمي في المستوى العام بالعموم، لكن اكيد ما في اي مقارنه ما بين المنتجات الطبيعيه اللي هي
هي ماخوذه من اصولها الاساسيه بنفس المستوى اللي احنا واقفين عليه، يعني من ناحيه الكواليتي والطعم والجوده. طيب جميل. طيب انا بتكلم كحلول قد تكون حلول يعني، لكن كجوده اكيد في اختلاف واضح يعني. طيب في زمن الاستهلاك المفرط كما قلتم، هل التوجه اليوم هو الى الصحه يا نادين، هل التوجه اليوم الى الطبيعي والصحي او الى الغالي والمبهر؟ لا اكيد الطبيعي والصحي، يعني انا متاكد انه التوجه العام احنا يهمنا انه الغذاء يكون صحي، ما في مضاعفات تكون، وفي نفس الوقت يعني هذه سنه الحياه انه الغذاء يكون صحي. يعني الاستهلاك المفرط هذا هو اللي خلى الصناعه تحولت لوحش. يعني انا كنت اقول لو المعايير الدوليه واضحه في التصنيع وقويه وفي جهات تشدد الرقابه، ممكن احنا نجبر المصنع انه يعطينا الكواليتي العالميه والصحيه والمقبوله. لكن احيانا غياب بعض الرقابات العالميه والانظمه وضعف الاجهزه اللي هي التابعه المنتجات هذه في السوق، هذه اللي يؤدي لمشكله. طب انت شيف رح تتحمس مثلا تطبخ بلحمه مصنعه بالمختبر، ولا رح تضلك تجيب اللحمه المليئه بالدهن من اللحام؟ لا اكيد شوف يعني انا اتحمس فعلا ان ادخل التجربه هذه واستخدم المنتجات اللي هي كحلول. منتجات تكون مو ما يعني التصنيع في حدود معينه للتصنيع، يعني في بعض الان في صناعه ان هم يضغطوا اللحوم، يعني يجيبوا البواقي تبع اللحوم ويضغطوها بشكل معين بدهون بدهون حيوانيه من نفس البقر، وهذا يطلع يعني اقرب ما يكون للواقعي. اما عن التصنيع من مكونات مختلفة ومن عناصر مختلفة، هذا أكيد يعني يكون كجودة رخيصة وأسعار جدا متدنية وممكن يستهدف فئات معينة. أنا التحدي للشيف هذا مطلوب، الشيف إذا دائما يبغى يكون في المنطقة الآمنة ويبغى أفضل المكونات عشان يطلع أفضل المنتجات، يعني أعتقد فين الدور حق الشيف المبدع، الشيف اللي يحاول إنه يحل مشاكل للمجتمع اللي هو فيه. فأتوقع أنه نعم. التحدي يطلب من الشيف أنه يدخل التجربة دي. وشيف ياسر إحنا بنشكرك كتير، ونتمنى يوما ما ناكل لحمة من بين إيديك في الرياض مصنعة في المختبر. شكرا لك.